وكذلك معزوفة أن الشعب يعاني. ما قلتوا لنا في تونس الشعب يعاني ونبي سلطة تنفيذية سريعة، ولما أتت بغير ما تريدون لا تكرر نفس الأسطوانة. فاطلب عيب المعزوفة هذه جماعة، عاش تعودوها أرجوكم، يعني نصيحة لله ما تمشيش. راي الشعب يعاني في ذلك اليوم ويعاني اليوم وسيظل يعاني إلى أن فعلا يقرر المصير بيده ويصل السلطة من يقدر معاناة الشعب الليبي ويكون هدفه الحقيقي هو رفع المعاناة على الشعب الليبي وليس اقتسام الغنيمة أو القفز على الغنيمة. نقطة ثانية مهمة، كيف يا جماعة احنا لولا الربيع العربي ولولا ثورة فبراير لما كنا هنا. فبراير بكل أخطائها وخطاياها ولكن أتاحت الفرصة للشعب الليبي اللي يجتمع في هذه القاعة باختلاف تنوعهم ومشاربهم أن يشاركوا ويعبروا عن رأيهم ويقرروا مصيرهم. قبل ذلك لم يكن موجود هذا الأمر، كان هناك صوت واحد والرأي الواحد والقائد الواحد. فأي بالكلام التكرار أرجوك، كلام استفزازي لا مجال له على الإطلاق. نحن نتجاوز ونمضي للأمام. العربي الربيع العربي ما زال مستمرا وسيأتي موجات ربما أشد مما رأيناه في السابق إلى أن يستطيع الشعوب العربية أن تحقق فعلا مبتغاها وترتقي إلى بقية دول العالم وتصبح بدخار المصير ولن تكبل من أحد. نعود الآن إلى النقطة المهمة وهي الانتخابات. تعرفون رأيي جميعا عندما كنت في تونس ولم يكن همي في خارج الطريق إلا الانتخابات، ولذلك هناك من سرب ولم يكن هذا هدفي لم نناقشه مع أحد، كن واضح انتخابات رئاسية. أنا كان هدفي واضحا منذ البداية وما زلت مصر عليه هو إتاحة الفرصة الليبيين أن يختاروا من يمثلهم، سميها برلمان مجلس نواب جمعية تأسيسية هذا لهم الاسم، وهم أن يجتمعوا الليبيين امتدادا للخمس وسبعين الغير منتخبين ليستمروا بالمسيرة ومواجهة المشاكل ووجد حلول لشغل الشعب الليبي، شراكة من الجميع بدون استثناء من أحد.